عبرجك في هالصبحية الحمل تنجم تكون الأوضاع المادية هي الدافع وراء رغبتك باش تخلي الخدمة متاعك ولا تبدلها، ولكن في الوقت الحالي تنجم تكون الخدمة اللي انت فيها هي الأنسب ليك يا حمل. الثور تنجم تتعرض لبعض الانتقادات من المسؤولين ولا الزملاء، ما عليك كان ترد بالك أكثر من التوترات اللي تنجم تصير في الخدمة يا ثور. الجوزاء عوض علي فاتك وحاول تصالح اللي تخاصمت معاه، تنجم تضطر باش تتقدم ببعض التنازلات حتى تستقر العلاقة وتتحصل حسن الأوضاع العاطفية يا جوزاء. السرطان التغيير والتبديل ينجموا يكونوا باهين، وانت ليامات قاعد تخمم في التبديل عنده علاقة بالدار ولا تخمم باش تبدل العتب، خذ قرارك في عقلك وما تتسرعش يا سرطان. الأسد تنجم تنجح اليوم باش تلقى الحلول لبعض الأمور اللي تخصك وتخص إنسان في حياتك، لذا ما عليك كان تتواصل معاه وتحاول توصل المعلومة على قد ما تنجم يا سيد. العذراء ما توترش حياتك العاطفية على خاطر مشاكل المادية اللي تنجم تتجاوزها في أقرب وقت، الاستقرار اللي حققته عندك مديدة وانت تطمح له يا عذراء. الميزان عندك الانرجي والقدرة باش تحسم برشا أمور وتاخذ قرارات عاطفية مصيرية، ولكن ما تتسرعش يا ميزان. العقرب علاش ليه ما تحكيش مع روحك أكثر وتتفهم مشاعرك الداخلية وتحاول إنه تسيطر عليها وتفهم روحك شنو حاجتك قبل ما تعمل أي خطوة جديدة يا عقرب. القوس نهاية رمزين يعاونك باش تخدم ضمن المجموعة وتزيد مستوى التفاهم مع الزملاء بالرغم إنه الضغوطات موجودة، ولكن الطاقة متاعك تخليك تتجاوزها يا قوس. الجدي الالتزام والجدية في طبيعتك، لهنا ماذا بيك إنه تخلي انطباع إيجابي ديما، ما تخالفش القوانين والنظام والتعليمات وخاصة الإرشادات، وبهكا تبعد على كل الشبهات يا جدي. الدلو عندك الرغبة باش تكون علاقاتك مستقرة حتى لو كان الظروف ما عاونتكش يا دلو. الحوت قاعد تعالج في موضوع مادي مع واحد من المقربين منك، تنجم تصير شوية مشاحنات، ماذا بيك تبعد على ردود الأفعال يا حوت. هيدا برجكم بالصحة لليوم، نور تقولكم إن شاء الله صباحكم بنين وبكل طاقة.